مصر مش هتركع، ومش وعمليه احراج السلطه السياسيه في مصر مش هتحدث، والقياده السياسيه في مصر مش هتركع. احاله حضرتك اللجنه الخاصه. احاله حضرتك يا فندم اللجنه الخاصه. لا احاله حضرتك اللجنه الخاصه. مين انا؟ اهلا وسهلا. بعض النواب بيطلب بسقط العضويه. ايه؟ بسقط العضويه. عضويتي؟ مرحبا. مرحبا. مين توقعاتك؟ مرحبا. تسقط العضويه ومن؟ اذا سقط. لكن انا وصلت رساله الشعب المصري والشهداء المصريين وحق الشعب الفلسطيني ورموزنا التاريخيه زي جبال عبد الناصر انها غير خاضعه للتركيع ولا العهد ولا للتطبيع. هذا هو الشعب المصري، وهذه هي رساله الشعب المصري، وكل ما هتشوفه هضربه بالجزمه اوصل له هذه الرساله. شرف الشعب المصري مرحبا بها، ولقد كنت منتظرها منذ ايام السادات. انا ما رفضت تلك المعاهده الفراغ. تجيب لي 90 مليون فردة جزمة تنزل على دماغك.